والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي على قناتكم قناه بي بوزي تي في. المهم اخواتاتي رجعتكم من جديد، واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا عندك المعلومه الطريقه اللي مضمونه مليون في المئه اللي عندنا من شحن اكثر من 2000 جواره في اقل من يوم. كما قلت لكم اخوتي اخواتاتي في الفيديو اللي داز قلت لكم راه كاين واحد البنك الصيني اللي يمكننا من شحن 100 جواره. صدقي اصدقائي تيك البنك تقدر تحصل به على اكثر من 2000 جواره في اقل من يوم يا اصدقائي، بطريقه اللي بسيطه وسهله، وكيشحنوا به عديد من الاشخاص اللي كيشحنوا اكثر من 2000 جوارة عن طريق هذا البنك علي باي يا اصدقائي، اللي كيشحنوا به بزاف ديال الدراري وكيحصلوا على اكثر من 2000 جوارة في اقل من يوم يا اصدقائي. انا قلت لكم غير 100 جوارة، صدقتك شي يا اصدقائي معك عك، والدراري بزاف ديال العشرة كيحصلوا على اكثر من 2000 جوارة من خلال ديك الطريقة يا اصدقائي. وفي هذا الفيديو عشراني غنزيد نفسر لكم الطريقة بالتفصيل باش تشحنوا انتوما ان شاء الله اكثر من 2000 جوارة. وخوتي خواتاتي ثلاثة الاشخاص اللي وصل الكومنتر ديالهم اكبر عدد من اللايكات عن شحال من 100 جوارة الواحد، والناس اللي فازوا معنا في الفيديو ساخرين ان شاء الله قريب 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 غندير فيديو خاص لتيك الناس ان شاء الله، ونشحلم الجواهر اللي وعدتهم بهم. كاين من الناس عاد شحلم 500 جواره، وكاين من الناس عاد وعدتهم عاد شحلم 100 جواره. وهذا الفيديو هذا داني الدراري على الناس اللي وصل الكومنتر ديالهم اكبر عدد من اللايكات عاد شحلم 100 جواره. اخوتي اخواتاتي اخوتي اخواتاتي كما قلت لكم راه الطريقه اللي قلت لهم هاد اليومين راه مضمونه مليون في المئه، بحط فيها مزيان جبرت بزاف ديال الاشخاص وبزاف ديال الدراري كيشحنوا بها اكثر من 2000 جواره في اقل من يوم يا صديقي. وبكيفاش باش تشحن خاصك طريقه بسيطه. كاين بعض التطبيقات اخرين كيعطيوك واحد العموله وكتدخلها على هذا البنك وكتشحن بها، هذا هو التعكعك وان بالك يا صديقي، ما تجمع نقاط ما حتى شي حاجه. خوتي خواتاتي لكنتوا لاول مره كتشاهدوا قناه بي بو جي تي في، ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا خاصك دير الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. والجرس يا صديقي مهم بزاف بزاف في 11، لكنتوا فعل الجرس فوقاش ما ندير فيديو يوصل لك انت الاول يا صديقي. وكما قلنا خوتي راه بزاف ديال الدراري كيحصلوا على اكثر من 2000 جواره بهذه الطريقه هذه، ولكن يا اصدقائي خاص يكون عندكم غير هاتف ديال الهواوي، ولا ما كانش عندك هاتف ديال الهواوي ما كاينش المشكل يا اصدقائي. راه حتى سامسونج كيخدم عليه الايفون، الا الايفون يا اصدقائي هو اللي ما كيخدمش عليه اصدقائي، سامسونج وما يجاوره كامل يا اصدقائي كيخدم عليه هذا المتجر ديال الهواوي، يمكنكم تستافدوا يا اصدقائي. غير عكسهم كاين عندك يا صديقي الهواوي كاين بعض العروض اللي كيكونوا مختصين غير للهواوي فقط، وكاين بعض العروض اللي كيكونوا متجر ديال الهواوي كيكونوا متخصصين جميع الهواتف اخرين، يا الهواوي يا سامسونج يا جاك تسمى، ولكن العروض اللي كيكونوا مضمونين مليون في المئه كيكونوا في الهواوي يا صديقي فقط. ننصحك يا صديقي تشري هاتف ديال الهواوي الا بغيت تعكك مزيان، ولا كان عندك سامسونج ثاني عاد عكعك مزيان. وهذه الطريقه هذه ما كتحتاج لا هواوي لا كيف كيف يا صديقي، الطريقه ديال البنك راه تشحن بها عادي، ياك عندك هذا ياك عندك هذا راه شحن شحن وان شاء الله تحصل على عدد من الاشياء. وكيجوني بعض الاسئله كيقولوا لي اخي زهير علاش ما كتشحنش بهذه الطرق هذوما وكذا. صديقي انا ما عنديش وقت كافي اللي ما نقدر مثلا نضيع الوقت ديالي مع هادشي هذايا ونحصل مثلا، حيت هادشي هذا خصو شويه د الوقيات، وانتم عارفين اخوتي الوقت ما كاينش. اما انا نحصل على عديد من الاشياء من خلال الطريقه هذه، ونحصل على شخصيات ونشحن فري فاير، وملي كيكون عندنا وقت كنخدموا على هادشي هذا، وملي ما كيكونش عندنا وقت ما كنخدموش يا اصدقائي على هادشي هذا. وماشي تسمع شي وقت يجيب لك الله نهار خصك عام بتجمع دولار، لا يا صديقي ماشي بحال هاد الطرق اخرين، راه هادشي خص يكون غير وقيت بسيط. واهم حاجه كيطلب منك انترنت تكون عندك قويه هي اول حاجه يا اصدقائي. انتم عارفين الانترنت في هاد الايام رجعت مقتوله يا اصدقائي في بعض المناطق. المهم ما علينا اخوتي، مع هذا الوباء اللي كاين راه رجعت الانترنت مقتوله يا اصدقائي، الله يجعله يفوت بسلام وصافي اخوتي، الحاله راه كتخوف في هذا الاخر. المهم خلينا مع هادشي يا اصدقائي، غندخلوا بعدا نشحنوا بعدا في هذا فري فاير كما تشاهدوا معنا يا اصدقائي. المهم اللي غنبغيو ندخلوا نشحنوا كما شاهدتوا يا اصدقائي كيدوزنا لعلي باي. هذا علي باي يا اصدقائي خاص باش تجمع منه الراس خاص يكون عندك واحد التطبيق اخر اللي بتضيف فيه الراس. كلشي غنبين لكم ان شاء الله في هذا الفيديو الدراري باش تفهموا ان شاء الله كلشي باذن الله، وكلشي تفهموا بالتفصيل. المهم كما كتشاهدوا هذا علي باي اصدقائي ملي كتبغي تشحن فيه كيقول لك ضروري خاصك يكون مثلا الا بغيتي تشحن عن طرف الصين كيقول لك خاصك تجيب لنا شي بطاقه بنكيه من طرف الصين باش يمكن لك يتفاعل معاك ويشحن. ولكن حنا يا اصدقائي ملي في المغرب حنا التطبيق فيه كيدعم المغرب، وما كيدعمش البطاقه الا بغيت تفعلو كيدعم غير الصوره الخاصه بك وتفعلو وتشحن بها. هذه المشكله هذه يا اصدقائي حليناه، وكتستنى غير 24 ساعه، وكما كتشاهدوا انا كنستنى 24 ساعه ويجاوبوا عليا حيت صيفط لهم الصور اللايف العاجي ديالي، وان شاء الله غنشحنوا به الكتاب اخوتي. وهذا التطبيق هذا يا اصدقائي ديال فحالو فحال تيك توك يا اصدقائي، اللي كيعرف تيك توك واللي كيعرف التطبيقات ديال هذيك، هذا التطبيق هذا فحالو فحالم كيف كيف، خاص يكون عندك غير انترنت قويه كما قلت لكم اخوتي، وعاد دير فيه بعض المهام اللي
البسيطه يا اصدقائي، وعيعطيك الدولاريس تجمع النقاط تحولهم على الدولاريس. جوج اصدقائي واحد الكود ديال تطبيقات القواتني في اول تعليق عاد ضيفوه هنا في اول خانه يا اصدقائي. ومن اللي عاد بغي مثلا تشحن ولا مثلا عندك تطبيق يعطيك هذا اللينك هذا تبارطاجيه للعشرة اللي فهم الاصدقاء ديالك كما عندي انا اصدقاء اللي بغى يدعمني، عيلقى تما اللينك ديال التطبيق هذا وعيلقى اللينك ديال الكود. وكنصحكم يا اصدقائي في اول حاجه الكود هنا كديروا في هذه الخانه الاولى اصدقائي. والمهم كما كنصحكم اخوتي اول حاجه الشهاده اللي سرجيوه من داخل بلاي ستور، لا اللي سرجيتوه من جوجل عيقول لكم التطبيق غير امين ولا شي حاجه. انا بدي قالوا لي اخوتي ملي بغيت انستالي التطبيق هذا من خارج المتجر من جوجل قالوا لي التطبيق غير امين. علي باي ثاني عاود ملي عاد بغيت انستاليوه ثاني عيقول لكم، حيتاش ما عرفتش هذه المشكله هذا اخوتي والله ما عرفتو علاش. وصديقي انا كنصحك من هنا شي حاجه اللي طلع لك انت وبغيت انستاليها تقول لك ما امنش ما تانستاليهاش، حيتاش هو ملي كتقول غير امين ماشي هذاك علي باي. لا يا اصدقائي كيعطيكم واحد التطبيق اخر، ولكن اللي عندك متجر الهواوي عيدوزك ديريكت من الهواوي ما يعطيكش ديك التطبيق اللي عاقول لك غير ثابت. وعاد انستالي التطبيق اللي شفتي بعينك يا صديقي هذاك ماشي فيه شي مشكل ولا شي حاجه، التطبيق معروف كيكون. واش فهمتوا اخوتي اخواتاتي؟ المهم اخوتي اخواتاتي اللي عجبو هذا الفيديو ما ينساش اللايك كومونتير، ولا كان اول مره يشترك القناه ما ينساش يشترك وفعل خاصيه زر الجرس جرسكم وقت ما اصدقائي مهم باش يوصل لك الفيديو نتا الاول. ويلا اخوتي نتلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم العشره.